سمعت اصلا الواد حلو قوي. انا اول حاجه هو ربنا يوفقهم كلهم وان شاء الله يجوا البطوله وهم راجعين وشهم حلو يبقى علينا، وهم عملوا اللي يقدروا عليه حتى لو خسروا او ما خسروش هم عملوا اللي يقدروا عليه، وكده كده ربنا يوفقهم ان شاء الله يعني. والحراس يعني عاملين اللي عليهم واللعيبه عاملين اللي عليهم، وان شاء الله ان شاء الله ترجع لنا البطوله. يا بابا كان بيكلمك بعد الماتشات؟ طبيعي، ده انا اللي بكلمه هو بيكلمني. كان بيقول لك ايه بقى؟ لا طبيعي مبسوط يعني، وفرحة برضه ان هو عامل حاجه في منتخب مصر، ان هو كان حارس اسطوري وكان يعني من احسن حراس في مصر افريقيا والعالم. اه يعني هو مش يعني شفت موضوع الازازه؟ اه ايه رايك فيه بقى؟ بص انا لحد دلوقتي لسه ما فهمتوش، بس هو موضوع جامد يعني. الازازه هو كان بيكتب على الحراس كل لعيب بيشوط فين، فالحارس كان بيبص على الزاويه. دي خبره بقى، خبره زياده دي ما شاء الله. كلمه بقى للكابتن عصام النهارده قبل كام ساعه من الماتش. ان شاء الله ربنا يوفقك، وانت بالنسبه لي قدوه كبيره قوي لاي حارس، وانت احلى اب في الدنيا وبحبك. انت رحت ايه؟ سمعت انت رحت ايه؟ يا عمر